هو استمرار للثورة، هو تجديد للثورة، هو تجديد لصوت الشعب اللي ما وقف من 12 سنة، لأنه مطالبنا بعد ما تحققت ابدا. نحن مطالبنا اسقاط نظام، تغيير هذا النظام السياسي اللي قتل، اللي هجر، اللي نهب، اللي جوع، اللي هجر. يعني ما في حلول، ما في عنده حلول اقتصاديه يقدمها للشعب، واساسا هو مرفوض شعبيا ليكون ليقدم حلول، وفاشل شعبيا وفاشل اقتصاديا. نحن هون عم نجدد كلمتنا، مستمرين بالساحه، ودور واضح دور النسائي بالساحه بسويدا، صوت مميز، ونحن ندعي الكل يشارك ويتميز الصوت النسائي بالساحه ويزيد ويوصل للكل. ونقول انه سويدا، إن سويدا مش ارهابيين مثل ما ادعوا ويحاولوا يشوهوا الثوره انه ثوره ارهابيه، وهي من سويدا. نحن هون عم نطلع، الثوره مش ارهابيين، الثوره مدنيه، الثوره نساء، الثوره رجال، الثوره شباب، كلنا صوت واحد لنسقط النظام. مستمرين نحن بالساحه، ما في تراجع، يعني كلها للامام لاسقاط النظام. كليا يتركون نرحل، يتركوا النظام سويدا، يشكون دار سيبيا فقط. يعني بتخيل عندنا قوى سياسيه، عندنا قوى عسكريه، نحن مطالبنا اسقاط النظام من كل سوريا، بس ما بعرف كيف حسابات الدول، ما بعرف كيف امور الدول. يعني سويدا فيها خير ناس، فيها مثقفين، فيها اشخاص متعلمين بيقدروا يديروا شؤون. اساسا النظام هو ما عم يدير شؤون، نحن عم ندير شؤون. لا مي، لا كهرباء، لا شيء. العالم معتمدي على حالها، العالم معتمدي على نفسها، العالم معتمدي على المغتربين، على الزراعه، على يعني امورنا عم نديرها لحالها خارج النظام. قديش عم يعطي ساعه كهرباء؟ عم بيدور المي كل شهرين مره. نظام صاخب، ما في نظام سويدا، بس افرع امنيه ولاحقات، وعم يلاحق المعارضين، وعم يلاحق الصوت الحر، وعم يلاحق العالم.